السلام عليكم طلاب، اليوم راح أشرح لكم المحاضرة الثالثة اللي هي المسلر تشو، ونبديها من أول صفحة. طبعا under microscopic examination راح نلاحظ skeletal muscle tissue is a type of striated muscle، عضلة مخططة، وهاي السبب التخطيطات تكون بسبب اللايت and dark band اللي موجودة. اللايت والدارك band بمجموعة تسمى بالساركومير، وتكون مكونة من الأكتين والمايوسين وبالإضافة إلى بعض البروتينات الأخرى. طبعا اللايت باند أو ما يسمى بالثين فيلمنت تكون مكونة من الأكتين، والدارك باند أو ثيك فيلمنت تكون مكونة من المايوسين، وهاي الحزم من العضلات تكون مسؤولة عن الكونتراكت الكويكلي أند ريليز كويكلي، الانقباض والانبساط بالشكل السريع. من اسمها عضلات هيكلية، إذن ترتبط بالجهاز الهيكلي العظمي عن طريق tendons أو tar which are highly elastic portion of connective tissue، تكون مكونة من connective tissue من النسيج الضام. ومو كل العضلات تكون تحت سيطرة الإنسان، فبعض العضلات تكون عضلات لا إرادية، حيث أن skeletal muscle تكون تحت السيطرة الإرادية by the somatic nervous system، بينما بقية العضلات تكون تحت السيطرة اللا إرادية or by autonomous nervous system. بشكل عام وظيفة الجهاز العضلي muscle system بتكون مسؤول عن حركة الإنسان movement of the human body والثباتية وحركة المواد داخل جسم الإنسان، بما أنه هي تحول الطاقة إلى طاقة حركية ف generation of body heat أيضا من ضمن وظائفها. فهناك ما يقارب 700 نوع من أنواع العضلات مختلفة بالأسماء والأماكن والأشكال، بينما وأيضا موجودة بالقلب والدايجستيف والبلود فازلز. هاي احنا حكيناه، قلنا السكيليتال مصل تكون عضلة إرادية وتحتوي على تغذية عصبية وتغذية دموية بالإضافة إلى ارتباطها بالبونز عن طريق التندون. هذا الباراجراف الأخير راح نشرحه على الصورة بالصفحة الثانية. راح تلاحظون يد الإنسان بالحالتين، حالة الانقباض والانبساط أو حالة الانحناء والإكستنشن. راح تلاحظون هنا نوعين من العضلات، العضلة الأمامية وعضلة خلفية. العضلة الأمامية تسمى بالبايسب، والعضلة الخلفية تسمى بالترايسب. نلاحظ بحالة الانحناء راح نلاحظ البايسب تصير بها انقباض، بينما العضلة الخلفية اللي هي الترايسب راح تصير بها انبساط، والعكس في حالة الإكستنشن راح نلاحظ الترايسب كونتراكت بينما البايسب راح يصير بها انبساط. هذا شنو يعني؟ يعني حركة العضلات راح تكون كأنما ضد ومستضد، راح تكون واحدة عكس الثانية. مو كلهن يصير بهن انقباض سوية ولا كلهن يصير بهن انبساط سوية، فعملهن بالتناوب. الصورة الثانية راح نلاحظ هاي العضلة اللي هي نفسها، هاي نفسها البايسب، راح نلاحظ على عضلة البايسب شلون مرتبطة بواسطة الجهاز العظمي عن طريق تندون. مثل ما قلنا تكون مرتبطة بالجهاز العظمي عن طريق تندونز. هاي العضلة من نجي نشوفها راح نلاحظها مكونة من حزم من شنو؟ من المايوفايبر أو المايوسايتس. راح نلاحظها حزم من المايوفايبرز أو المايوسايت مرتبطة مع بعض بواسطة الكونكتيف تيشو، وكل هاي الحزمة أيضا مكونة من حزم أصغر المايوفيبريلز، مكونة من المايوفيبريلز. إذن كل مصل مكون من باندل أوف مايوفايبرز، والوان مصل فايبر مكون من مايوفيبريل.
طبعا طول العضلات هنا مختلفة، فأطول عضلة موجودة بجسم الإنسان تسمى بالسارتوريوس ماسل، تكون ما يقارب طولها ب30 سنتيمتر. هاي تكون مرتبطة من الحوض إلى الركبة، فتكون هاي أطول عضلة موجودة بجسم الإنسان. بالصفحة الثالثة راح تلاحظون الثيك والثين فيلمنتس اللي حكينا عليهن بأول سطرين من الصفحة الأولى. راح تلاحظون الثيك فيلمنتس اللي هي شنو قلنا، مكونة من الأكتين، هاي الأكتين فيلمنت أو الثين فيلمنت، اللايت باند والدارك باند اللي هي هاي العضلات اللي تكون أو الباندات اللي تكون مكونة من المايوسين. راح نلاحظها هنا العملية الانقباض والانبساط، راح نلاحظ بعملية الانبساط شلون اللايت والدارك باند مبتعدة واحدة عن الثانية، بينما بالانقباض راح نلاحظ تداخلها واحدة بالثانية، فإذا ما راح يتغير طول العضلة بحالة الانقباض والانبساط، وإنما راح يصير بيها تداخل بالعضل بالثيك والثين فيلمنتس اللي موجودة. هاي مثل ما قلت لكم، شوفوا هنا همين عندنا بعض من الاسوشيتد بروتينز اللي موجودة. وحركة العضلات تكون مستمدة من الميتوكوندريا، مثل ما تعرفون هي باور هاوسز، بيوت طاقة، فتوفر الطاقة أينما وجدت بجسم الإنسان. التغذية العصبية بالنسبة للعضلات تكون مختلفة، فحسب حاجتها حسب حركتها. فمثلا بالفاين موفمنت بالعين تحتوي على تغذية عصبية أقل مما تتواجد بعضلة تحتاج إلى طاقة من طاقة حركية أكثر وتغذية أكثر، تغذية عصبية أكثر. فهنا اختلاف، راح نلاحظ هنا اختلاف العدد الأعصاب المغذية لكل عضلة. شوفوا هنا بالصفحة رقم 4 راح نلاحظ، شوفوا شلون هذا البون مرتبط، هذا التندون، وهاي العضلة مثل ما قلنا تتكون من حزم من المايو سايت أو المايو فايبر. هاي الحزم تكون تحتوي على التغذية العصبية اللي جايتها من الرئيسي من السباينال كورت. وهنا بهاي الصورة راح تلاحظون الماسل فايبرز شلون تكون مخططة، والتغذية العصبية اللي تكون محاطة إلها. هسا نجي على الكاردييك ماسل. الكاردييك ماسل طبعا تشبه العضلة الهيكلية بتخطيطها، تكون أيضا مخططة، ولكن هنا تكون أكثر متفرعة وتفرعاتها تكون واضحة وتحتوي على أقراص بينية تربط هاي التفرعات واحدة بالثانية وتساعدها على الانقباض والانبساط، تساعد عضلة القلب على الانقباض والانبساط، وأيضا تموف بلاد. هنا نرجع لهاي الباراجراف، إنه هنا مكتوب الكارديك ماسل كان بي سين إن image C below، والسطر الوراء هذا لا تقرونه لأن كان تابع الرسم أنا حذفته، فأنتم همين لا تقرونه. هذا نجي على الصفحة الأخيرة اللي هي الصفحة الخامسة، characteristics of cardiac muscle. مثل ما قلنا أنه هي أيضا مخططة، تحتوي على branching وتربط هاي البرانشينج واحدة بالثانية عن طريق أقراص بينية، ومثل العضلات الهيكلية تكون حركة القلب حركة سريعة، الانبساط والانقباض تكون بالشكل السريع، وأيضا تشبه العضلات الملساء بشنو؟
تكون انقباضها وانبساطها، يعني حركتها مستديمة، حركتها دائما باستمرار مثل السموث مصل، تكون حركة مستديمة continuous. وهذا ما موجود بالسكيليتال مصل، بس الحركة السريعة تكون موجودة بالسكيليتال مصل. وبالإضافة على احتوائها contractile بروتين، هاي أيضا تساعد على الانقباض والانبساط والبومبينج للقلب. نجي على الباراجراف الأخير اللي هو السموث مصل تيشو، هاي راح تكون مميزة عن باقي النوعين اللي حكيناهن، لأن هي خالية من التخطيطات، هي تحتوي على المايوسين والأكتين بس بنسبة أقل وبترتيب أقل مما موجودة بالعضلتين اللي ذكرناهن. هي أيضا أنه تكون حركة مثل حركة العضلة القلبية مستديمة مثل ما حكينا، بالإضافة إلى تكون مختلفة عن الاثنين السكيلتال والقلبي أنه تكون حركتها بطيئة، مو كويكلي، مو سريعة، تكون حركتها بطيئة، تختلف عن الكارديك والسكيلتال مصل. ومثل ما قلنا أنه هي تغطي الأحشاء الداخلية. So the smooth muscle is recognizable from its lack of striation and on branching nature، تكون مختلفة ومميزة عن بقية الأنواع بعدم احتوائها على التخطيطات، وبالإضافة عدم ما تكون متفرعة مثل العضلة القلبية and branching in nature. طبعا أشكال العضلات راح تأخذوها بالعملي، هنا شكل السموث مصل تكون شكل السبيندل شيب وتحتوي على نواة واحدة وسطية، راح تلاحظونها بشكل واضح، ما بيها أي تفرعات ولا بيها أي تخطيط. هذا كل ما موجود بهاي المحاضرة، أتمنى تكون استفاديتوا، ومثل ما قلت لكم أي سؤال عندكم راسلوني على المعرف اللي نزلته بالقناة.